أنا أم لأيتام وأرغب في العمل، ولكن هذا العمل فيه اختلاط بالرجال، فماذا يلزمني أن أفعل وأنا ولله الحمد متدينة؟ لا تعملي مع الرجال، وابشر بالخير، دوري عمل آخر في بين النساء وابشر بالخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا يسرا. أما مع الرجال مرضى مع المرضين أو غير ذلك لا، الفتنة خطر عظيم على دينك وعلى عرضك. لا تكوني مع الرجال في العمل ابتعدي، ولا تكون سكرتيرة للرجل، ولا مع الطبيب سكرتيرة للطبيب ولا تعاونينه، لا، كل هذا خطر عظيم. مع النساء مع الطبيبات والممرضات لا بأس، غيرهم في أعمال النساء، أما مع الرجال لا، ولو أكلت التراب. اتق الله وأبشر بالخير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.